هذه العطور يا جماعة الخير تستخدمها على الملابس، على الشعر، على الجسم، حتى على الشعر. أيوة، يعني متعدد الاستخدام، عطر متعدد الاستخدام. هذا واحد يا جماعة الخير. ثاني نقطة، مسوينا عرض جميل، العطرين بقيمة عطر واحد ب235 ريال شامل الضريبة والتوصيل، يجيك الباب بيتك الاثنين 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 بسعر واحد ب235 ريال. ايوة، وازيدك من الشعر بيت. اصحاب البراند يقولون لك لو ما ناسبتك العطور خذهم هدية لك، وفوقها بنحول لك الدراهم، بس بينك وبين ربك، ما عجبتك العطور تواصل معهم، عجبتك ماشي. ايوه، يعني الموضوع موضوع مصداقيه بينك وبينهم. اخذ العطر ما يعجبك مستحيل، لا تنسوا جربه وقول العطر جميل، عطف جوك بالعطر الجميل، عطف جوك بالعطر الجميل. هذا الباكج ما يعجبك مستحيل، مستحيل، عطف جوك بالعطر الجميل. والله يا جماعة الخير، والله ما سويت المقدمة هذه ولا عديت لها اعداد مسبق، ولكن اليوم لما شميت ريحة العطر ذا سوالي حالة من الروقان. اي والله، فسويت المقدمة هذه لأن العطر هذا الحالة يستاهل قيمة الباكج كامل، فما بالك بالعطرين.